مشاهدينا وصلنا الى اهم فقره بمشوارنا الصباحي، مع العلم انه كل فقراتنا مهمه حتى لا تزعل علينا الفقرات يعني الباقيه. فقره ضيفنا لهذا اليوم ودائما وابدا الاتصالات مفتوحه وراح تظهر اكيد اسفل الشاشه من المخرج المبدع محمد حبوبي. ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو الدكتور مصطفى سفر، اخصائي انف واذن وحنجره، واللي راح نتحدث احنا وياه عن موضوع في بالغ الاهميه اللي هو موضوع الشخير. صباح الخير عليك ونهارك سعيد دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا بكم. تحياتنا لك دكتور. الله يسلمك. دكتور، بداية هذا الموضوع اللي هو في بالغ الأهمية اللي يتعرض إلى الرجال والنساء وحتى الأطفال وأيضا كبار السن، راح نتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع، لكن قبل كل شيء ممكن أنه تعطينا تعريف علمي أو طبي للشخير تحديدا. نعم، أول شيء مثل ما قلت حضرتك الشخير حقيقة موضوع مهم جدا، وأعداد هائلة وأعداد متزايدة من الناس يعني بدأت تعاني من هذا الموضوع مختلف المراحل العمرية. طبعا الشخير هو ما يخفى على الناس، تعريف العلمي والطبي هو تعريف واحد، هو صوت غير مرغوب يصدر من الإنسان أثناء النوم، تختلف درجاته باختلاف درجة الانسداد وباختلاف المشاكل اللي تسبب لهذا الشخير، وتكون هذا الشخير بعدين بالتالي تولد مشاكل طبية ومشاكل اجتماعية ما تخفى على حضرتك وعلى الناس المشاهدين من موضوع الشخير. الشخير عند الأطباء دليل أنه هنالك تضيق في المجرى التنفسي، وخاصة المجرى التنفسي العلوي. احنا نقسم المجرى التنفسي بجزء الإنسان إلى مجرى تنفسي سفلي، ونشمل به من الحنجرة أسفلها القصبات الهوائية والرئة، وانسدادها حقيقة يسوي ضيق في التنفس. أما انسداد المجرى التنفسي العلوي أثناء النوم يولد هذا النوع من الشخير، والشخير حقيقة علميا يقسم إلى درجات، يوصل أعلى درجاته اللي هو يسموه الشخير الأنتي سوشيال، يعني مضاد للواقع الاجتماعي بحيث يكون مرفوض اجتماعيا، أو تجي بعد المرحلة الخطرة جدا اللي هو مرحلة الاختناق الليلي اللي المريض يبدي يقعد من النوم، مو بس يولد شخير، يقعد أكثر من مرة من النوم، وهذا دليل خطر جدا، ممكن الإنسان يكون حياته عرضة للخطر من يوصل لهذه المرحلة. حلو. لذلك أنت ذكرت موضوع في بالغ الأهمية ممكن يأثر على الحالة الاجتماعية بصورة عامة، لذلك احنا يمكن هذا الموضوع يخفى عن بعض المشاهدين أنه كثير من حالات الطلاق يعني حثت بسبب موضوع الشخير، اذا كان بسبب الزوج او الزوجه. يعني بالمناسبه قبل ما اتحدث مع الدكتور احد زملائنا بقناه رشيد يقول انا عمي قبل شهر او شهرين انفصل من زوجته بسبب شخيرها. يعني هذا هو الموضوع مو معيب لكن ما وجد له حل، يعني الشخير كان مبالغ فيه، وصلوا الى الطلاق لان هو يحب ينام باجواء هادئه ما ممكن انه يسمع، لذلك يعني انتابه نوع من الأرق بسبب قلة النوم، والسبب كان هو الشخير. طيب دكتور، أريد تحدثنا عن ما الفرق بين الشخير واضطرابات النوم أو انقطاع التنفس، أكثر هو حقيقة مرحلة، يعني إنسان يوصل لاضطرابات النوم وصل مرحلة متطورة جدا من الشخير. الشخير هو فقط عملية إصدار صوت أثناء النوم بسبب التضيق الموجود بالمجرى التنفسي. كل ما يكون التضيق أكبر كل ما الصوت يكون أكثر شد وأكثر إزعاج. في بعض الأحيان يوصل التضيق تضيق تام كامل، وبالتالي الإنسان يضطر نتيجة انخفاض نسبة الأكسجين بالدم، هي هاي النقطة المهمة، إنه المريض من يصحى من النوم مخنوق نتيجة الشخير معناه الأكسجين بجسمه نسبة الإشباع الأكسجين بالدم وصلت مرحلة خطرة، بحيث اضطر الإنسان يدخل الألارمال جهاز الإنذار بجسم الإنسان ويقعد من النوم. المريض اللي يدخل مرحلة سليب أبنية، مرحلة الاضطرابات النوم، معناه وصل مرحلة خطرة جدا لازم ينوجد لها حل. هاي حقيقة يعني نصيحة لكل المشاهدين. أنا حقيقة أشوف كثير من الناس اللي وصل هاي المرحلة بكل الفئات العمرية وما مهتم للموضوع، أسأله أنت تخصى يقول لي دكتور 5-6 مرات 10 مرات أقعد بالليل مخنوق. نأخذ الموضوع ببساطة، رغم هي مرحلة خطرة جدا معناه إشباع الأكسجين أثناء النوم بدم هذا الإنسان ضعيف جدا. نعم، ويانا أم سيف من بغداد. صباح الخير يا أم سيف. عيني صباح النور. عيني صباح الورد عليك يا أم سيف، تفضلي. شلونك أستاذ أمر؟ كل الهلا بك. كل الهلا بك، شلونك؟ تفضلي إذا حابه تقولي أي سؤال. عيني ممكن أحكي ويا الدكتور؟ تفضلي أكيد يسمعك، تفضلي. تفضلي يا أم. ممنونة لك. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، مرحبا عمر، تفضلي. دكتور عندي ابني عمره 33 سنه، دائما يشكي من حنجرته، دائما الم عنده،
وشون الدعب اللي صار على الحنجرة مالته وألم. نعم. وهو مدخن، هو مدخن يدخن. نعم. هل من التدخين دكتور؟ إيش قد عمره أم عمر؟ 33 سنة. شكرا لك ام عمر، ممكن تسمعين الجواب. اي احنا حقيقه الحين نحور هذا السؤال باتجاه برنامجنا باتجاه الشخير ونقدر نخدمها لام عمر. طبعا واحد من اكثر الناس اللي يعانون من مشكله الشخير هم مشكله المدخنين، وخاصه اللي هم الهيفي سموكر، المدخنين بكميات كبيره. ليش؟ المواد الكيميائيه الموجوده بالسيجاره مواد كيميائيه تترسب بالبلعوم. احنا حقيقه خلينا نرتب الموضوع مطول. هو المنطقة الرئيسية اللي هي أضعف وأصغر منطقة بالمجرى التنفسي اللي سبب الشخير هي منطقة البلعوم. نعم. عكس فكرة الناس، مو الأنف. الشخير ما يجي من الأنف إلا في حالات بسيطة، يعني نسبتها بسيطة. معظم الشخير سبب البلعوم. المدخن يعاني من تكرار التهابات البلعوم. نعم. ويعاني من مشاكل المعدة. هاي النقطة الخفية، مشاكل المعدة واحدة من أكثر أسباب الشخير وأنواعه. المدخن هم راح يعاني من مشاكل التهابات بلعوم آنية حادة ومشاكل التهابات المعدة اللي هي هم بعدين يسوي عملية ارتداد وتأثر. لا تعد ولا تحصى يمكن طبعا. وبالتالي الشخير وارد جدا بكل المدخنين. مثل المدخن شنو الفرق؟ إنه الشخير راح يصير عنده أثناء الالتهابات، وبالتالي راح يعاني من أعراض الالتهابات الأخرى. إنه كذلك الدكتور الأرجيلة أيضا لو فقط كل المواد الكيميائية حتى اللي يأخذون الحشيشة والمواد اللي هذا نفس العمل والمشروبات الكحولية. إذا ويانا أم نور من الديوانية. أم نور صباح نور. نور نور من الديوانية، صباح الخير يا نور. صباح النور. تحياتي إليك يا نور. شلونك عمر؟ كل الهلا نور، تفضلي أنت على الهواء مباشرة، تفضلي. الله يحفظك، بس أسلم عليك والله ما عندي شيء. تحياتي إليك أم نور. أم نور نور كل الهلا بيك ونورتينا. ما عندك أي سؤال توجهه للدكتور؟ ما عندي شيء والله. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك ولاتصالك. إذا دكتور خلينا نتحدث ايضا عن موضوع ما الفرق ما بين الشخير للبالغين والشخير عند الاطفال. هو هذا اهم سؤال. نعم. حقيقة لازم احنا نميز بين شخير البالغين واسبابه وبين شخير الاطفال واسبابه، اللي هي طبعا تختلف تماما. نجي عند الاطفال لان هي المشكله الاكبر واللي اكثر نشوفها. السبب الرئيسي ويمثل اكثر من 90% من اسباب الشخير واضطرابات النوم عند الأطفال هو موضوع التهابات اللوستين المزمنة والتهابات الزائدة اللحمية الغدان المزمنة اللي يعاني من عندها نسبة كبيرة من الأطفال. وكل الأطفال يعانون من الشخير، معظم الأطفال بالعراق بالذات يعانون من الشخير بسبب هاي المشكلتين. من تنتفخ اللوستين، من يكبر حجمها، تولد طبعا ضغط على المجرى التنفسي أثناء النوم، إضافة إلى المشكلة الرئيسية اللي هي مشكلة الزائدة اللحمية. أنا حاكي هنا على قناة الرشيد أكثر من مرة على هذا الموضوع، موضوع التهابات وتضخم الزائدة اللحمية عند الأطفال اللي هو جزء من موضوع اللوستين. يعني إحنا ما نقدر نميز تضخم الزائدة اللحمية عن تضيقه، هو موضوع واحد حقيقة. زائدة اللحمية تسمى اللوزة الثالثة، موجودة عند كل الأطفال خلف الأنف، تسبب انسدادات الأنف عندما تتضخم. الظروف البيئية اللي نعيش بها بهالبلد شوية ظروف بيئية صعبة على الأطفال، خاصة عوامل الجفاف تضطر الأطفال خاصة بموسم الشتاء وتكرار الالتهابات تنفخ، فمعظم الأطفال يعانون من الشخير. الشخير عند الأطفال، أو دكتور احنا راح نتحدث عن الشخير عند الأطفال تحديدا، وأكيد تقلت هذا الموضوع طبعا موضوع كبير حقيقة ويعني بس خلينا نشوف أم أحمد. يا الله أم أحمد. طبعا غايتنا بكل فقراتنا وأيضا بوجودك، نستغل وجودك حتى نفيد أكبر قدر. نعم. قدر من المتصلين والمشاهدين هي غايتنا. ويانا أم أحمد، تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام محمد، كل الهلا بيك. ممكن احكي الدكتور؟ تفضلي اكيد دكتور اسمع. تفضلي ام احمد تفضلي. يعني السلام عليكم. شلونك؟ عليكم السلام ورحمه الله. بس عندي بنتي عمرها بالاول ابتدائي، فاذنها اليمنى بدانا هيك جراحه يعني، فوديتها لاكثر من دكتور يقولون ثقب بالطبله. نعم. يعني اكو شيء؟ طبعا اكو شيء، وبين تجي الجراحه ام احمد غير ما انا اكو ثقب بالطبله والالتهاب اللي يكون عندها باذنها لا يطلع برا الجراحه، ما طول اكو جراحه من الاذن. معظم اسباب الجراحه عند الاطفال معناها اكو ثقب بالطبله، وهذا ما يعني انه نهايه العالم،
ممكن أن تتعالج وممكن أن ترجع الأمور سليمة، وحتى ممكن الطبلة أنت الحم طفلة صغيرة وفترة نمو وفترة نشاط وصحيا هي جيدة إذا أخذت الإجراءات الصحيحة، علاج صحيح ما يفوت بأذانها، الإجراءات الصحيحة اللي نصحت بها الطبيب، أنا واثق أن البنية ترجع الحالة جيدة جدا. نعم شكرا لك أم أحمد، ونتمنى أنه نعم العلاج موجود، ذكر الدكتور أنه العلاج موجود، شاكرين اتصالك وتحياتنا لك مرة ثانية ويانا. طلال من الناصرية، صباح الخير يا طلال. صباح النور، السلام عليكم. عليكم السلام وكل الهلا، تفضل إذا حابب توجه أي سؤال. ممكن أحكي تفضل دكتور. يسمعك تفضل. تفضل تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك دكتور، أنا أعاني مش خير يعني بصراحة يعني لدرجة أنا قاعد أسمع شيء. إيش قد عمرك؟ أنا لا أتخرج 30 سنة. وإيش قد وزنك؟ وزني 82. يعني ستندر تحتاج حقيقة طلال، يعني احنا حقيقة الموضوع الشخير اول شيء هو موضوع الوزن، الانسان اول شيء اللي يعاني مثل حضرتك انه شخير، وهذا حتى يعني نوم اثناء الجلوس، وهاي الفقرة اول فقرة انه لازم ينزل وزنه للوزن الطبيعي، هاي رقم واحد. بعدين بعد ان ينزل وزنه للوزن الطبيعي يحتاج فحوصات نشوف شنو السبب اللي يولد هذا الموضوع. دكتور بس مرة قصدك بعد ابنك دكتور مرات يعني اختنق بالنوم، اختنق يعني لدرجه يعني يصير عندي حتى يمكن يوقف قلبي يعني اصيح شلون اشياء. هو احنا هذا اللي نقول عليه حقيقه اللي هو موضوع اضطرابات النوم، يعني طلال حقيقه نسبه عاليه من اسبابها، يعني الاسباب ممكن ان تتعالج حقيقه. انا انصحك انه يعني تراجع طبيب مختص بهذا الموضوع، مختص يعني موضوع الشخير او مركز الشخير، على مود تقدر توجد حل. يعني ممكن ان يكون نتيجه تضخم باللوستين مالتك، وهاي حقيقه شيء نشوفه مرات يكون نتيجه تضخم باللهات اللي هي النسبه الاعلى، واللي هي احنا نشوف نسبه عاليه من مرضانا، أن تقريبا 60 الى 70% من المرضى اللي راجعوني المركز الشخير مالتي بسبب الشخير، خاصه عند البالغين بعمر حضرتك ويكون وزنهم طبيعي، تنحل مشكلتهم عملية قص لهات. سابقا كنا نقص لهات نسوي له عملية وتخدير عام، الآن بوجود الأجهزة الحديثة وأجهزة الليزر والهارمونيك وهاي الأجهزة بالعيادة عملية تطول 10 دقائق ربع ساعة، تنقص اللهات والمريض باللحظة نفسه يتغير كوز كلامه، تتغير نبرة كلامه، ويبدي يخلص من الشخير خلال يومين ثلاثة. يعني شاكرين اتصالك يا طلال من الناصرية، ونتمنى لك نهار سعيد أكيد. إذا دكتور كنا قد تحدثنا عن موضوع في بالغ الأهمية اللي هو الشخير عند الأطفال، هل ممكن أنه يكون الشخير عند الأطفال بسبب وراثي مثلا؟ لا، لو مرض فقط. لا. نعم يعني نسبة عالية جدا حقيقة، تقترب من 100% من أسباب الشخير عند الأطفال وزائد الأحمية والأوستير. إلا إذا كان الطفل مثلا متعرض الوقعة وهو صغير وتعرض لانحراف بخشمة وانسداد شديد، وهم يبقى الشخير مالته أقل من الشخير الموجود، لأنه من يصير انحراف تبقى جهة مفتوحة جهة مسدودة، جهة مفتوحة تدخل هواء وضغط للبلعوم وتفتح البلعوم. إلها أسباب دكتور زواج تقريبا 100% تقريبا 100% من الشخير، إحنا عم نكون موضوعيين بهاي الحلقة عند الأطفال هي زائد الأحمية والأوستير. وين الموضوع؟ لكن بكثرة دكتور يعني احنا نشوف مستشفى الإسكان مكتظة بالأطفال وبالعمليات، يعني بحيث يعني أنا على المستوى الشخصي رح شفتها ما يلحقون الأطباء بالعمليات، يعني 10 أطفال يدخلون 10 أطفال يطلعون مكان. بسبب الزوائد اللحمية بكل مكان، وهذا فقط بالعراق أكو مشكلة معينة. كل مكان. أكثر عملية تجرى بالعالم كلها هي عملية رفع اللوستير وزائد اللحمية، عملية رقم واحد بالعالم فعلا، وبالعراق بالذات بسبب الظروف، بسبب يعني ما نسميه حقيقة عدم اهتمام، بس يعني الأطفال موجودة المحلات المواد الغذائية بين البيوت والآيس كريم والمرطبات يعني حقيقة هاي كلها لها تأثيراتها، الأجواء المو نظيفة، عوامل الجفاف اللي تهيج زائد اللحمية عند الأطفال، معظم الأطفال. بس هو حقيقة السؤال احنا الشخير بحد ذاته أستاذ عمر ما يمثل لنا مشكلة، المشكلة يبدي عند الطفل وعند البالغين من تبدي مشكلة الاضطراب الليلي، خاصة بالأطفال بالذات، لأن الشخير وزائد اللحمية إلها عمر، يعني زائد اللحمية عند الأطفال تختفي بال 12 سنة طبيعيا عند الطفل الطبيعي. إذا تبدي تسوي مشاكل، تبدي تسوي لوستين مزمنة، تبدي تأثر على سمع الطفل، تبدي تسوي مشاكل ثانية نضطر نرفعها. الشخير بحد ذاته ممكن أن يكون عامل الوقت عامل كافي جدا أنه تحل لنا المشكلة.
إذا ما ولدت مشاكل، إذا ما سوت تأثير على نوم الطفل، ما أثرت على السمعة، ما أثرت على لوجتين مالته، ممكن أن ننطي علاج، ممكن أن نصبر عليه. كل ما يكبر أكبر، يكبر أنفه، يكبر بالعومة، تبدي تأثيرات زايدة اللحمية تقل بال 12 سنة، تختفي بال 13 سنة. بالعلاج المتزامن بعد ما نشوفه إذا ما سوت مشاكل. هاي النقطة خلي افتهمها الناس. اللي عندها زايدة لحمية، ابنها عنده زايدة لحمية أو بنته زايدة لحمية بوحدها وشخير ليلي، ممكن أن يتعالج بالعلاج. بس من يبدي يولد مشاكل ينتهي الموضوع، لازم الآن يرفع. مشاكل الرئيسية الثلاثة اللي يسويها هو اضطراب نوم، رفع اللوستين مزمنة، وسوائل خلف الطبلة وتأثيراتها على سمع الإنسان. حلو. يعني الطفل اللي عنده شخير طيب، وعنده مشكلة بالسمع، لازم ترفع الزائد اللحمية. طيب، بما أنه ذكرت رفع الزوائد اللحمية، ما نسبة نجاح الجراحة في مسألة علاج الشخير تحديدا عند الأطفال والبالغين وحتى كبار السن؟ بالنسبة للأطفال نسبة عالية جدا، يعني معظم الأطفال وانا بنشيل مزايد اللحمية خلصوني من الشخير، مو مع كلهم صراحة، إلا ما ندر، يعني نسبة نادرة جدا. بالبالغين الموضوع أكبر، لأنه أسبابه متعددة، يعني أسبابه متعددة، كثير من أسبابه ما تحتاج علاج، يعني ما بيها موضوع، قصدي ما تحتاج جراحة. مثلا واحد مدخن ومشكله بمعده، اخر ممكن اخر الوسائل اللي ممكن يعني يوصل للدكتور هي العمليه الجراحيه. يعني ايش انت تصور انسان مدخن ومشاكل بمعدته وافرازات، يعني شو تخدم الجراحه؟ ما راح تخدم الجراحه، مفروض يقلل التدخين، يعالج مشاكل معدته، او تبدي يعالج مشكلته. نسبه نجاح الجراحه بصوره عامه عند البالغين اقل من الاطفال يعني. بس ممكن، يعني حقيقه ممكن، خاصه مع تطور الوسائل وتطور الاجهزه، الموضوع هواي تطور. نعم، معنا كاظم من بغداد. صباح الخير يا كاظم. السلام عليكم. عليكم السلام. كل الهلا عيوني انت، تفضل. تفضل دكتور. تفضل دكتور، يسمعك دكتور حبيب. الله يسعدك. يا يعني سهلا، كل الهلا بتاعك كاظم، تفضل. دكتور، انا عاني صار لي فتره سنتين او ثلاث سنوات الم يصير بعين اليمين بالتمام. نعم. بنص عين اليمنى فقط، يعني لا حاجه ولا غيره. نعم. وبنفس الوقت انا عندي جيوب، عندي انحراف كذا. نعم. راجعت هواي اخصائيين اسنان بن حنجره. نعم. اخر شيء قال لي عندك انحراف قوي، هذا سبب الالم اللي بعينك. ممكن طبعا. يعني ممكن غير كذا. اسمع الجواب استاذ كاظم، اسمع. هو حقيقه الالم الامامي، الصداع الامامي بكل اسبابه، يعني الصداع قصدي الامامي في منطقه الجبهه الاماميه، داير مدار العين، معظم هذا النوع من الصداع سواء كان على جهتين سواء كانت جهه واحده، هو مرتبط بمشاكل الانف والبلعوم، مو الا جيوب انفيه. يعني حاول نكون دقيقين موضوع تحديد المشاكل. يعني واحد من عندها ممكن الانحراف، طبعا هو الانحراف خاصه الانحراف الكامل، مشكلته الرئيسيه هو مو بالانسداد، ما يسوي انسداد بالانف. معظم المرضى يجون عندهم صداع، سواء صداع على الجهتين سواء صداع يسموها صداع منتصف الراس، اللي هي سر شبيهه بالنظارات، يعني في منطقه النظارات يعني. فممكن بالعكس، هو اكثر تشخيص وارد لحضرتك هو موضوع الانحراف اللي يسوي لك هذا النوع من الالم. ونتمنى لك السلامة أخ كاظم، تحياتنا لك. ممنون ربي حوالي. شاكرين اتصالك. طيب دكتور، كيف يتم تحديد درجة وحدة الشخير؟ هل عن طريق التشخيص مثلا، لو عن طريق صوت الشخير اللي يصدر المريض أثناء الليل مثلا؟ لا طبعا، حقيقة هو احنا قلت لك مثل ما قلت حضرتك، احنا الشخير بحد ذاته بيمثل لنا مشكلة. يعني احنا عرفنا شخير بسيط، عرفنا شخير متطور، ما يمثل لنا في المشكلة بالعامل العلاجي. احنا نفحص المريض، اذا كو موضوع انسداد نحاول نعالج ليه. احنا الخطورة تبدأ عندنا بالسليب ابنية، يعني باضطرابات النوم او الانتي سوشيال، يعني الشخير اللي بدأ يأثر على المريض اجتماعيا مثل ما قلت حضرتك، ولازم نوجد لحل. احنا الاهم عندنا مو هذا الموضوع، احنا مرات قد يكون شخير بسيط بس المريض يقعد مخنوق اكثر من مره، ومرات واحد يشخر بصوت عالي جدا بس ما يقدر بنفسه وينام نومه مرتاح ويقعد الصبح مرتاح. الموضوع الان مريض اجى، نحكي عن الان موضوع بالغين، موضوع اطفال عبرناه، هو زائده لحميه ولو استنت ان شاء الله ينتهي الموضوع خلاص. بالنسبه للبالغين اللي هي المشكله الاكبر، اللي هي التحدي الاكبر بالنسبه للجراحين اللي يشتغلون بموضوع الشخير، اول مره الفحص الدقيق. انا مود نشوف وين موضع التضيق. الفكره الرئيسيه نعم، انه اكو تضيق في مكان ما. اكثر من 70 الى 80% من اسباب التضيق تكون بالبلعوم، بعدين ممكن بالانف، ممكن ان تكون في شغلات وراثيه موجوده بالحنجره، ممكن مشاكل المريء وهكذا. الخطوه الاولى الجراح بعد ان يفحص الفحص انه يسوي ناظور، ناظور طري يدخل من الانف ويستمر الى الحنجره. هذا الناظور بي او بطريقه او بطريقه برا او مره ثانيه اثناء النوم، اكو طرق متعدده، يوصل الجراح الى قناعه
انه التضيق موجود في المنطقه المعينه اللي هي اللي تسبب الشخير الليلي يبدي يشتغل عليها. نعم. قد تكون الشغل عليها قد يكون عن طريق العلاج وقد يكون عن طريق الجراحه. ويانا ام عمر من اربيل. صباح الخير يا ام عمر. صباح النور يعني استاذ، شلونك؟ تحياتنا لك ام عمر. كل الله زينين. الله يخليك. ربي يحفظك. تحياتي للدكتور. كل الهلا ابو عمر. اهلا وسهلا. الله يسلمك. الله يخليك. بدون زحمه دكتور تفضلي. عندي طفل عمره 9 سنه. نعم. يعني اشهر وضعه صارت عنده شلون يعني التنفس مالته قام يصعب يعني يتنفس. نعم. خاصه يعني صار عنده بالشتاء يعني. نعم. بس خشمه. اي كملي ام عمر، متهم سؤالك. يعني ما اعرف دكتور، اكثر من دكتور يعني دكتوره تقريبا عرضتهم عليه. شوفوا ام عمر، يقول لي مو حاجه يعني مو حاجه عمليه عنده زائده يعني لحميه بخشمه، بس مو هسه يعني، بس هو دكتور كل الوقت يعني صعوبه بالتنفس عنده وجع راس. احنا بالنسبه لنا ام عمر تعرفين موضوع يعني الانحراف اللي يصير عند الاطفال واللي يسبب طبعا مشاكل الانسداد والشخير، يعني علاجه حقيقه نضطر للطفل انه يعني يوصل مرحله البلوغ 18 سنه يلا نسوي عمليه الانحراف. ليش؟ عبود يكون الموضوع واضح عندك. مركز النمو مال وجه عند الاطفال هو داخل الانف، فنخاف عمليات الانف تاثر على نمو الطفل، نمو وجه الطفل، يعني يبقى الطفل الهوايه عمليات حقيقه اللي تجرى عند الاطفال باعمار صغيره تأثر على نمو الوجه، يبقى وجهه طفولي طول حياته يعني. ولذلك دائما عمليات الانف خاصه عمليات الانحراف تصير بعد ال 18 سنه بعد ان يبلغ الطفل. خلال هاي الفتره. نعم بس اسمعيني دكتور. اي نعم تفضل. اي مهماتين يعني هو انا هسه جاي. احنا خلال هاي الفتره الى ان يصير العم الطفل عمره 18 سنه يبقى نتابعه اي سبب اخر للانسداد، زوائد لحميه، مشاكل تحسسيه، مشاكل زائده لحميه، مشاكل لوستيه، التهابات بالام وغيرها اللي تاثر ايضا على نفس الطفل، نحاول نعالجها نرتبها على مود تبقى بس المشكله الرئيسيه نقدر نتجاوزها الى ان يصير عمر الطفل. فهو هذا الطفل راح يبقى متعبك الى ان يصير عمره 18 سنه، مفروض كل ما يصير عنده رشح، انسداد، التهابات، بلاعيم، لوستين، مفروض تعالجي له اياه بصوره مباشره الى ان يبلغ عمره 18 سنه، يسوي الانحراف، تبقى تاثيراتها بعد ان يسوي عمليه الانحراف تكون بسيطه عليه وتخلصين من هاي المعاناه ان شاء الله. والله يعيشك. شكرا لك ونتمنى السلامه لك ونهار سعيد. ويانا ام هبه، او هبه عفوا، من الديوانيه. تحياتي لك هبه، صباح الخير. صباح النور. يا صباح الخير عليك، تفضلي. الو السلام عليكم استاذ عمر. عليكم السلام، كلها لهبة، تفضلي. استاذ عمر اقدر اسوي دكتور؟ طبعا اكيد دكتور يسمعك، تفضلي. تفضلي هبة، تفضلي. الو السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي هبة، سؤالك. دكتورة جاني شو اسمه بها الام توقع جراحة من عدة مرات. شنو يطلع جراحة؟ منين يطلع هبة؟ من أذان. من أذانك يطلع جراحة؟ يصير إيه جراحة. زين تشكين من ألم يعني أذانك الاثنين اليمنى واليسرى ولا شنو؟ لا اليمنى. بس اليمنى. إيه. ماشي شكرا لاتصالك هبة من الديوانية. تقول يطلع عندي حقيقة ولو خارج الموضوع بس ما يخالف لأنه حقيقة اتصلت وهذا. هبة سمعي هذا الموضوع. نعم تفضلي. تفضلي هبة. اقدر اسوي استاذ عمر؟ تفضلي هبه انت على الهواء، تفضلي. استاذ عمر احنا هاي نحبك. شكرا لك، تحياتنا لك يا هبه. هبه تقول انا عندي جراحه تطلع من الاذن. طبعا التهاب جراحه تطلع من الاذن معناه اكو التهاب مزمن باذانها واكو ثقب. هذا موضوع. الخطوه الاولى لازم تحمي اذانها طول حياتها من دخول المي. كل ما تفوت تسبح بالحمام اي طريقه تحمي بها المي، طريقه منطقيه هي الطريقه الافضل، وجود قطعه قطن وتبلل باي ماده تكون رطبه، فازلين او حتى لو زيت الطعام، وتحطها باذانها على قد السبح. هاي النقطه المانديتر اللي لازم تسويها وما يمكن ان نتغاضى عنها. من يصير فتره التهابات تاخذ علاج توقف الجراحه مالتها.
دائما مرتبطه الجراحه اللي تطلع من الاذن مرتبطه بشغلتين، اما ما يفوت باذانها اما رشح والتهابات مجرى تنفس علوي. من يصير عندها رشح، من يصير التهابات مجرى تنفس علوي، تعالج الموضوع مباشره ما تتاخر، ما يفوت باذانها تبقى حاميه اذانها. وجود طبله وعدم وجود طبله ما ياثر هوايه على السمع، حتى تعرف الناس من تسمع طبله مثقوبه تصور انه خسرت سمعها، ما لها علاقه بهذا الموضوع. ممكن ان يصير ضعف بسيط يوصل الى تقريبا 12% من درجه السمع، بس يبقى المريض محافظ على سمع بدرجة معينة ويقدر يتواصل ويا الناس. لا تكون خايفة من هذا الموضوع بشرط تحمي. إحنا الخطورة بالالتهاب وبالسمع. طيب دكتور، لضيق الوقت، هل للشخير المزمن تأثيرات جانبية على باقي أعضاء الجسم؟ يعني ممكن أنه تأثر الشخير المزمن عند الأطفال؟ الشخير المزمن أو الشخير هو السبب الرئيسي لأمراض القلب والرئة ومشاكل الدورة الدموية. كل الناس اللي عندها شخير ورا فتره يصير عندها ضغط ويصير عندها امراض قلب وغيره، يعني خطوره كل الموضوع، ما ممكن اهمال هذا الموضوع. وبالعكس احنا ندخل طبعا حتى السمنه، شوفوا اللي شخر بشوي شوي يسمن اكثر، لانه من يقل نسبه الاكسجين عنده بالدم تتاثر على اعضاء الجسم، تتاثر على يسمون الميتابوليزم اللي هو الايض، عمليه هضم الطعام، عمليه اخراج الطاقه، فتنخزن الطاقه بداخل جسمه، يبدي يسمن، تبدي يصير عنده تصلب شرايين. ليش نعالجه؟ نعالجه بسبب مشاكل الشخير. واحد من اخطر خصل يعني يوصل مرحله اضطراب ليلي، واحد من اخطر المواضيع الطبيه الموجوده بالعالم. نعم دكتور، ايضا سؤال اخير، هل الحمل عند النساء ممكن انه يسبب شخير يعني عندهم؟ كل الاسباب اللي زيد وزن جسم الانسان تسوي شخير، يعني السبب الرئيسي للشخير هو زي الشخير عند الحوامل مو فد مشكله، هذا امر طبيعي ممكن. كل الحوامل يعانون من مشاكل الانف، تضخمات تصير عندهم، تضخمات بالعظام مال، تضخمات بجسمهم، وبالتالي يعانون من سداد انف، يعانون من شخير. تخلص مشكله الحمل، يعني تخلص فتره الحمل، الحمل مو مشكله، تخلص فتره الحمل يرجع وزنها الطبيعي، تبدا انفها ينفتح وتخلص من مشكله الشخير. طيب دكتور، يقولون او مقوله تعجبني دائما، يداون للطرفه طبعا، يداوي الناس وهو عليله. طيب انت حضرتك على المستوى الشخصي تريد تقول لي ما شخرت ابد يعني في فتره من فترات حياتك مثلا؟ لا طبعا اكيد، انا لحد الان عندي نسبه شخير. يعني تشخر؟ طبعا لحد الان عندي نسبه شخير، خاصه بفتره يعني فتره التهابات، فتره الشتاء يعني بالذات اعاني من شخير. يعني كان وزني اكبر من هذا خلال فتره معينه، وكان عندي شخير اكبر من هاي المرحله. طبعا انا طبعا بالمناسبه لكل المشاهدين، انا تعمدت اسال هذا السؤال للدكتور حتى اللي عندهم عامل نفسي اللي ممكن انه يخجل او يستحي من مرض الشخير، انا اسميه مرض لان ممكن ان يؤدي الى امراض كبيره او مضاعفه مثل القلب وغيرها. لذلك سالت الدكتور وبنفسه قال اني شخرت يعني، ولحد الان لا زلت اشخر يعني لاسباب ما اريد نتحدث عنها. لكن دكتور يعني باختصار شديد، موضوع الشخير ممكن يؤثر على الحاله النفسيه للانسان وعن شخصيته او تعامله مع الاخرين؟ يعني انا حقيقه شغله بسيطه، معظم اللي يجوني بالشخير يعني ما يجيني الرجل بوحده، يجيني ويا زوجته، او تجي المراه وياها زوجها. شنو قصدك دكتور يعني؟ قصدي انه الموضوع اصبح يعني يولد مشاكل اجتماعيه بالبيت، بحيث تجي زوجتي تسمع شنو السبب، على مود يصير عندها امل تنحل الموضوع. ففعلا هو بدا يولد مشاكل اجتماعيه، بس هو الموضوع موجود، معظم البشر يعانون من درجه. لذلك اكو مركز يكون مختص بموضوع الشخير، مركز عندنا مختص به، كل البشر يعانون من مشكله من الشخير. معظم اسباب الشخير تعالج، او حتى اذا ما عالجت تصير بدرجه شخير بسيطه، ما تاثر على الانسان. من يروح سفر ويا اشخاص ما يستحي من عندهم انه ما يقدر ينام وياهم بالغرفه، ويا زوجته ما تصير عنده هاي المشكله. ممكن حل الشخير، او حتى اذا ما عالجناه بصوره تامه نقلل نسبته، نقلل بحيث ما يكون مشكله اجتماعيه. واكيد احنا بدورنا نتمنى السلامه لكل مشاهدينا ومتابعينا وللعراقيين بصوره عامه، وايضا لزميل المخرج اللي خطيه يعاني من موضوع الشخير سمعت بكل الكلام. لك يا دكتور ممكن تستفاد من عنده دكتور طبعا مصطفى سفر، اخصائي انف واذن وحنجره. انا ما اعرف ليش يقولون انف واذن وحنجره، ليش محنجره وانف؟ هو يعني اي ان تي اير نوز ثروت، يعني هو مفروض اذن وانف وحنجره، يعني مو انف واذن وحنجره. لا يعني للسهوله اللفظيه حقيقه صارت انف واذن وحنجره، يعني لان كان ما هي يعني على قولتك يعني شويه بالكلام متسلسل. سهوله اللفظيه بالضبط. نورتنا بحضورك وشكرا جزيلا لك دكتور. اذا مشاهدينا ومتابعينا راح ننتقل احنا وياكم ايضا الى الاتصالات اللي دائما وابدا مفتوحه وياكم مع سجنان وعالم الابراج لهذا اليوم. وصباح الخير والورد علي السجنان. تفضل.